بركاته. بيان من حرائر اللاذقية ردا على مسيرة التأييد المزعومة من قبل النظام، فنحن نبين للعالم أن من كان في المسيرة هم من شبيحة النظام والمجبرون من الموظفين وطلاب المدارس، وذلك بعد تهديدهم بوظائفهم وبمعاقبة من لم يشارك منهم. ونحن حرائر لاذقية لن نركع إلا لله، وسنبقى على عهدنا يا حمص، ولا يغركم ما ترونه على الإعلام السوري الكاذب. فرغم الحصار، أبطال اللاذقية يقومون بمظاهرات طيارة وتخمد بالاعتقالات ونيران الأمن. فوالله المسيرة التي قاموا بها أقل من المظاهرات التي كانت تخرج بالرمل الجنوبي قبل أن يجعلوها مقرا للجيش والأمن. ونقول لجرثومة وطننا صبرا، فوالله لن تموت إلا تحت أقدامنا. ألم يأن للعالم أن يستجب لمطالب الشعب السوري المحقة بالحماية الدولية والحظر الجوي؟ ألم يكفهم ما شاهدوه من المنازل التي دمرت والعائلات التي شردت؟ كم حمزة الخطيب يريدون، كم زينب ينتظرون، أهان على العالم الذل الذي يلقاه الشعب السوري من حاكمهم؟ لقد خاب أملنا في جمعة الحماية الدولية 9/9/2011، فلم نرى منها شيئا نلمسه على أرض الواقع. وفي جمعة الحظر الجوي نرجو أن نرى أثرها في أجواء سوريا. وتحية إلى ثوار سوريا.